Hello, my dear students. Welcome to our English lessons. And today we are going to answer some exercises on Unit 1, My Family and Me. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة بإذن الله هنحاول نحل بعض الأسئلة عن Unit 1 على الوحدة الأولى My Family and Me. سبق إن احنا خدنا الجرامر بتاع الوحدة الأولى واتكلمنا عنه وخدنا كمان عليه Home Assignment. خدنا واجب فهنحاول النهاردة نراجع الواجب مع بعض. Let's start. بيقول لي finish the sentences. My mother's father is my. طبعا احنا اتعلمنا the possessive is comes between two nouns. اتعلمنا ان اس الملكية بتيجي ما بين اسمين. ولما احب اترجمها بترجمها من الاخر للاول. فلما اقول my mother's father هتبقى الترجمة والد ماما. والد ماما يبقى my grandfather or my grandpa. نركز علشان ما نتلخبطش. في ناس هتشوف mother فهتكتب grandmother. لا احنا بنترجم كويس عشان نعرف الاجابة الصحيحة. Number two بيقول لي the children of your uncle are your. احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي نترجم اس الملكية بتبقى من الاخر للاول. اما لما يكون في كلمتين انا رابطة بينهم of لازم اترجم بالترتيب. فلما اقول the children of your uncle معناها ولاد عمك. طبعا children ينفع منهم male or female يعني ذكور او اناث. يبقى عندي ولاد عمي البنات او ولاد عمي البنين بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم cousins. يبقى the children of your uncle are your cousins. ولازم اكتبها جمع لان هو طلب مني the children of your uncle. ما تكلمش عن واحد منهم. قال children يعني اطفال. Number three بيقول لي these are Hiba's toys. يعني ايه these are Hiba's toys؟ يعني هؤلاء يكونوا العاب هبة. ترجمتها برضو من الاخر للاول. بيبدأ جملة جديدة بيقول لي she bought yesterday. هي اشترتهم. طبعا دي عايدة على الايه التويز. طيب toys دي يعني ايه اولاد؟ يعني هما. هما يعني they. احنا تعلمنا ان after the verb we use the object pronoun. اتعلمنا ان بعد الفعل بنجيب المفعول. فيبقى she bought them yesterday. Number four بيقول لي my uncle has a daughter. عمي عنده ابنة. تمام احنا قلنا daughter يعني ابنة وson يعني ابن. عمي عنده بنت. بدأ جملة جديدة وقال is called Hiba. هنا انا عايز احط subject احط فاعل في اول الجملة. وكمان اتعلمنا ان السبجكت بيجي بعده verb. يبقى السبجكت العادي بتاعنا هي تسمى هي يعني she. Number five بيقول لي this is my brother's car. It's his. الجملة الأولى هذه تكون عربية أخويا. It's his. بدل ما يقول عربية أخويا قال بتاعته. يبقى الاتنين دول ملكية. It belongs to. ينفع أقول هنا it belongs to my brother. صح. ممكن أقول هي بتخص أخويا. يبقى الإجابة دي هتبقى صح. يبقى my brother صح. تمام. أما لو عايزة أستخدم pronoun بقى. لو عايزة أستخدم ضمير لازم يكون بعد الفعل وبعد preposition. بعد الverb وبعد preposition بنجيب إيه؟ بنجيب ضمير مفعول. يبقى بعد حروف الجر أو بعد الفعل بنجيب مفعول. فنقول هي تخصه. تخصه يعني إيه؟ يعني it belongs to him. Number six بيقول لي your dress is beautiful but is more beautiful. هو بيقارن بين اتنين. بيقارن بين your dress. وقلنا your dress يعني فستانك. تمام. الفستان بتاعك جميل لكن فستاني اجمل. فممكن حد هنا يقول لي فستاني. يبقى انا هنا بتكلم عن الملكية. فستاني يعني my dress. طب لو انا عايزة اخليها كلمة واحدة لاني عارفة اني بتكلم عن الدرس هعمل ايه؟ هبتدي اشيل my dress واخليها pronoun واستخدم mine. But mine is more beautiful. اتمنى يكون الدرس بقى سهل بالنسبة لكم. I hope that you can answer more exercises and if you have any question you can write it in the comments and I'll answer it soon. اتمنى ان نكون فهمنا الدرس. لو حد عنده اي سؤال يكتب في الكومنتس وان شاء الله هجاوب في اسرع وقت. Thanks for watching and see you next time.